تحركات غامضة وغريبة جداً بتحصل في مصر وتركيا، وشكلها كده هتأدي لأمور محدش كان يتخيلها أبداً، خصوصاً بعد الرسالة المهمة اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طب إيه حكاية التحركات دي؟ وإزاي هتغير شكل المنطقة؟ وإيه اللي السيسي قاله لأردوغان؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. طبعاً كلنا شايفين ومتابعين الأحداث العصيبة اللي بتمر بيها المنطقة كلها من يوم 7 أكتوبر اللي فات، وكله تقريباً قاعد على أعصابه وبيتابع الأخبار والعواجل اللي بتيجي كل شوية. طبعاً كل الدول بتاخد مواقف من الأزمة دي بشكل بيناسب سياستها الخارجية ومصالحها وأمنها القومي، وده الأمر اللي بتقوم بيه مصر وتركيا طبعاً. اللافت هنا إن موقف البلدين كان متقارب جداً في الملف ده، لدرجة إن بقى فيه شبه تنسيق بينهم على الخطوات اللي بيتم اتخاذها، وبقت مواقف القاهرة وأنقرة أقرب من أي موقف للقاهرة مع عواصم تانية. وده بيفسر إن أول طيارة مساعدات وإغاثة وصلت لمطار العريش بعد ما أعلنت مصر فتح المطار ده للمساعدات كانت من تركيا، واللي بعتت مساعدات عاجلة للمتضررين والمنكوبين. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال كمان من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واللي أكد فيه الرئيسين أهمية مطالبة كل الأطراف بالوقف الفوري للمواجهات والعنف. وأكد المتحدث باسم الرئاسة إن الاتصال بحث جهود احتواء التصعيد في المنطقة مع استمرار التطورات المتلاحقة واللي بتنذر بعواقب وخيمة على أمر واستقرار المنطقة. أعلنت الرئاسة كمان إن السيسي وأردوغان اتفقوا على مطالبة كل الأطراف بالتوقف فوراً عن العنف وتجنب التعرض للمدنيين وتعرضهم للمخاطر وإزهاق الأرواح، وأكدوا أن حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية هي الأولوية في الأزمة الحالية. قال الرئيسين كمان أن إنهاء الأزمة دي بشكل نهائي مش هيحصل إلا عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين استناداً لمرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية. والكلام ده ما كانش التواصل السياسي الوحيد بين قادة البلدين، وإنما جه قبل زيارة مهمة جداً قام بيها وزير الخارجية التركي لمصر واللي قابل فيها رئيس عبد الفتاح السيسي. الكلام ده بيكشف إن البلدين وصلوا لمرحلة عالية جداً من التنسيق المشترك، وإن ده بيتبلور حالياً في تشكيل نواة التحالف بينهم في كتير من الملفات والقضايا المهمة، خصوصاً إن مصر وتركيا بقى بيجمعهم كتير من الملفات المشتركة زي ملف السودان كده، وكمان قدروا يوصلوا لتفاهمات بينهم عشان يحلوا الخلافات السابقة في ملفات زي الملف الليبي وملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط. كمان البلدين اتفقوا مؤخراً على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهم وتحويل التبادل التجاري بين البلدين عشان يكون بالعملات المحلية الجنيه والليرة بدل الدولار، بشكل بيعكس وصول العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمرحلة متقدمة جداً. فهل تفتكر إن التفاهم بين البلدين هينعكس على الأزمة الحالية؟